أغلى وأقيم من أنواع الزهور هي عصفور الجنة، تستحمل العطش، الملوحة، كثافة، شمس، في كل حاجة معاك. السعر بتاعها بيبدأ من 150 أصغر شتلة لغاية 1500. السعر بتاعها لان هي اصلا نادره ومش كتير قوي، الحجم ده مش هتلاقيه في اي مكان. ثانيا بتستحمل الشمس والملوحه والعطش، عندها استعداد تقعد شهر ما تشربش ميه. لا مفيش ورد اغلى من كده. بعد كده لو هتلاقي ورد اغلى من كده تخش على الزراعه النباتيه الضدل، لكن من ناحيه الشمس دي اغلى حاجه نبات شمس. احنا بنعمل لها نظام تفسيخ عندنا في مصر، بس هي مستوردة امريكية.